السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير عاميين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ان شاء الله الاخوان. اش نقول لكم، هذا الفيديو ديال اليوم راه واحد الخبر حزين. واحد المغربي الاخ فهنايا في هذه المدينة اللي كاين انايا هنا توفى حادثة سير نهار السبت، هذيك 12 ديال الليل، مات في السبيطار. دابا هو هذا السيد دابا شنو مسكين، كيعاني من الإعاقة، كيعاني من الإعاقة، واش كيزيد واش كيتنقل وداك الشيء باش كيخرج. عندو دوك كما عارف دوك الكروسة اللي عندها، المهم راكم عارف انتم كيفاش مسكين. دابا المشكل شنو وقع، دابا غادي يقطع الطريق، وحنا جاية من نيرة، جاية من كسيريا، ضرباتو المهم تهرس. راكم عارفين وحدة جاية بكات كات كتضرب واحد غادي مسكين في كاروسة. راكم عارف بلا ما نهضر في التفاصيل، دابا نتوما كتصوروا شنو وقع له مسكين داك السيد. هبطت، شوفوا واش دارت، شوفوا دابا هاد بنادم هادي هبطت من الطوموبيل، شافتو ركبت في الطوموبيل وعلقت، مشات بحالها، سمحت فيه مشات بحالها، ما عيطت لا الاسعاف لا والو، ما دارت حتى حاجه. غنقلب الاخوان وخليكم شويه، غادي كيطير هاد الكاميونات اخويا، كيبقاو وتيبقاو يدابزو مع الطوموبيلات، كيدوبلو يا اخويا. ما عمري ما شفت انا كاميون كيدوبل الكاميون، الحماق والله الحماق كيدير. كما قلت لكم الاخوان، سمحوا لي خرجت على الموضوع، سمحت في السيد، ما عيطت لا على الاسعاف، ما عيطت. المهم ومشات، ومن بعد ما عيطوا الناس وداك الشيء، عيطوا الناس الاسعاف وجاو البوليس وداك الشيء باش يشوفوا شنو وقع. من حصل الحظ انه كاينه الكاميرات، كاينه في ديك البلاصه. المهم الكاميرات راه في ما مشيتي، هنا في ما مشيتي، راه في المغرب راه ولات الكاميرات في ما مشيتي. عرفوا هاد بنادم هادي، عرفوه شكون هي، حيت بانت الطوموبيل ديالها وبانت هي وكل شيء، شدوها. ومهم التحقيقات وداك الشيء. دابا شنو، دابا المشكل اللي كاين هنا، دابا اللي كاين هنا في اسبانيا، هو انه ملي كتوقع حادثه سير وتيموت شي واحد، راه ماشي بحال المغرب، نو راه مختلف الشغل هنايا. المغرب راه ديريكت كدوك الحبس، ديريكت كتمشي الحبس وكتحاكم. هنا الشغل مختلف، كيبقاو المهم تيقول لك راه مثلا واخا يكون حتى الخطا مثلا ديال دابا المغرب، اي واحد غادي يقطع الطريق حتى شي واحد صافي كيتشد. هنا لا، هنا لا، تحقيقات سولوها البوليس وهادي اش كاين واش كاين، والله يعاونك. من بعد عاد دوز في محاكمه، ولكن المحاكمه شنو غتكون، ما وما كاين لا محاكمه. واخا يحاكموها راه ما غاديش، غادي يحيدوا لها الا داروا شي حاجه، هي شنو الخطا اللي ارتكبت، اللي هو هذاك عاد تشد عليه هذا الشيء ديال الحبس، ماشي حيت قتلاتو، لا حيت ما عيطتش للاسعاف باش ينقذوه، حيت هي مشات وسمحت فيه. هذه هنا فيها التشد، عاد التشد ماشي شي مده، راه ضربوها بعامين ولا بهذي، راه ما قال حد لحد. اما داك الشيء حادثه السير، هذاك القتل وداك الشيء، هذيك ما شنقول لكم الاخوان، ما غاديش يكون، ما غاديش تشد. هذا بنادم هذه ما تشدش بزاف في الحبس، الا تحاكمت يحاكموا على داك الشيء. المهم بيرمي حيدوا ليها، حيدوا لها دوك النقاط اللي ديال البيرمي، خصها تشوف شنو هي، واش حد ديال المده تبقى بلا بيرمي، وشو ديك الساعه واش عندها حق تعاود البيرمي مره اخرى، شحال عاد تعاقب، شحال من عام ولا شحال من شهر، ولا ما عرفش بالضبط، ما عرفش. والضحيه هو هذا السيد مسكين، والضحيه شنو هي، تعيش تموت في الظروف هذه، في حادثة سير، في كسيرة تموت في كسيرة، وماشي في بلادك، بلاد أخرى. وش نقول لكم، أنا ما كنعرفوش، أنا هذا السيد ما كنعرفوش، ولكن أخويا بقى فيا بزاف، عندو 59 عام، 59 عام عندو، كانت عندو، بقى فيا بزاف، خا ما كنعرفو، راه خوكم مسلم، راه ماشي راه خوك مغربي مسلم، راه مايمكنش ميبقاش فيك. ملي داوت جات لومبيرونس داك الشيء، داو للسبيطار، كان داك الشيء الحاله ديالو كانت خطيره بزاف،
الدكاترة ما قدروا يديروا له حتى حاجة، ما واخا حاولوا انهم ينقذوه ولكن مسكين مات. مات ربما خرج الدم بزاف، ربما ديك ضرباتو شوف ضرباتو من الراس ضرباتو ما عرفتش والله ما عرف ما عرفتش. المهم حادثة كانت خطيرة، وديك العمليات اللي داروا له عمليات معقدة عمليات صعبة، رغم ذلك مسكين مات. ما عرفتش تو السبيطار الكبير رغم ذلك مات. كما قلت لكم الاخوان القضاء هنا شنو نقول لكم الشكل القضاء شنو دابا البوليس شنو الدوسي شنو يديروا يعمروا الدوسي شنو البوليس شنو يديروا التحقيقات. شوف حيت القضاء هنايا ماشي مشكل، دابا طلب زهرك اش من قاضي يخرج فيك، واش قاضي يساري واش قاضي يميني واش قاضي عنصري واش قاضي، راه هنا القضاة راه عندهم شنو نقول لكم شنو نقول لكم الاخوان، هذا واحد القوه هنا كبيره بزاف. انا هذا واحد ماشي القاضي راه كيحكم في وزير تيحكم برلماني تيحكم ورقاء، ومن كتكون بحال دابا انا نعاود لكم بعدا على واحد المغربي مسكين هنا كانوا قتلوه واحد ثلاثه قتلوه، ورغم ذلك خرجوا براء خرجوا وراء قال لك انا نهار انا كنت مازال ما جيت لهنا بشي داز شي عامين جيت لهنا، قالوا لي المهم اللي عاودوا لي انا المغاربه قال لك راه هما ما صدقوش من القاضي انطق بالحكم بالبراءه، هما دوك الثلاثه هما ما صدقوش قال لك في كمامرهم وبقاو شي كيشوف شي ودار واحد الحركات يعني واحد الكلاب، وعلاش حكموا عليهم بالبراءه. هنا طرح السؤال كيبقى مطروح، اش كما قلت لكم الاخوان اش من نوع ديال اش من نوع ديال القاضي اش من زهر تا وزهرك، شو القاضي اللي دوك القضاة اللي كانوا شادين داك الملف شو كيدايرين، واش من اليمين واش من اليسار واش عنصريين، راه شنو العنصريين كاين باغتو، اليمينيين كاين في باغتو جميع القطاعات، واليساريين وديك الايديولوجيا كتحكم تاني. وشوف تاني البوليس كيفاش تاني الدوسي كيفاش تحقيقات كيفاش كانت عندهم كيفاش كاين بزاف العوامل كيدخلوا. انت ملي كتمشي كدير تحقيقات في وفاة جريمة قتل راه شنو نقول لكم راه البوليس تاني راه كيكون كيساهم في هذاك النطق بالحكم ديك النتيجة ديال داك الحكم، واش كانت ديك التحقيقات معمقة الله أعلم، واش حيت هذاك مغربي الله اعلم، واش هذاك واش هذاك حيت ماشي من هنا الله اعلم، واش هذاك ماشي حيت بواه ماشي لاباس عليه بواه ماشي ملياردير الله اعلم. كتوقع بزاف ديال عمليات الاستفهام اللي شنقول صراحه اللي الواحد كيقول اوه ما يمكنش، اللي كتبقى نقط سوداء في جبين القضاء. هادشي اللي كاين الاخوان هادشي اللي كاين هو مؤخرا المهم راه هادي شي راه غادي العام مغربي تاني عندو طاكسي عندو طاكسي سيدي قتلوه هاد المدينة اللي فيها انا كان هاد الجرائم كلها في هاد المدينة اللي فيها انا يا الاخوان قتلوه مع هاديك الثلاثة ديال الليل ولا جوج الليل ولا الربعة المهم في الليل فايتة الوحدة ديال الليل كان غادي في واحد الحي عندو طاكسي وقتلوه. هاديك الجريمة ديالو تاني البوليس محلش اللغز ديال ديك الجريمه، بقات ديك الجريمه ثاني بين قوسين مشى مسكين هذاك صافي ضاع هذاك ثاني مشى مسكين. كان نشيط هنا في جمعيات المجتمع المدني وكان وفي نفس الوقت عنده كان عنده طاكسي كان شيفور ديال الطاكسي كان عنده طاكسي زعما ومسكين مشى صافي مات مشى هباء منثورا الله يرحمه مسكين. علاش واش البوليس ما داروش خدمتهم واش التحقيقات ما كانتش هي هذيك ما نعرف ما عارفش انا الملف ما نقدرش نحكم على واحد الحاجه اللي انا ما عارفهاش. اللي عارف هو انه ما شدوش اللي قتلو شكون اللي قتلو هما تيقول لك هنا كاين واحد المثل تيقول هنايا تيقول لك هنا سبب القتل جرائم القتل تيكون الفلوس والجنس الفلوس والجنس هذو جوج حوايج. الفلوس راك عارف اما كتكون مخدرات اما كتكون رشوه اما كتكون شفاره اما كتكون مايب
والجنس راه بزاف ديال اما الخيانه الزوجيه، اما واحد سمحت فيه وحده ولا وحده سمحت فيها واحد ولا، وكتكون الغيره وكتكون هادشي اللي كاين راه اخوان. هو ربما عنده ما عرف الله اعلم، ما نقدرش انا الله يرحمه ويوسع عليه، وهادشي اللي كاين هادشي اللي نقول لكم الاخوان. ورجوعا للموضوع ديال الاخ اللي قتلاتو ديك خيتي، حيت قتل واخا اكسيدون راه قتل، وانت يا غادا سايقه التماكي، واش غادا سايقه طياره، غادا سايقه طوموبيل، غادا مريره 600 كيلومتر في الساعه، وخصك تكوني غاديه 50% في 50 في المدينه 50 كيلومتر، وكاين شي زناقي 30 يلا، وانت غادا مريره السيد ضرب جيتها مسكين. راه هنا كيبقى صافي الاخوان، هو هذا الفيديو كان حزين، وكان بقى فينا السيد حيت خونا ومغرب وهادشي اللي كاين الاخوان. شكرا لكم على المشاهده، وتهلاو في راسكم الله يعاونكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.